السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج آية وحكاية. كان الله قد أشار لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، فكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. يعني سيدنا آدم عليه السلام كان ربنا شرع ليه أنه يزوج بناته من بنيه، لأن وقتها ما كانش فيه إلا ذرية آدم، فكان في كل بطن يتولد له ولد وبنت، فكان يزوج البنت بتاع البطن دي، البطن اللي لسه مولودة، للذكر من البطن الآخر، وذكر البطن الآخر لأنثى البطن دي، وهكذا، يعني بيبدلهم مع بعض حتى ولد له ولدان يقال لهما قابيل وهابيل. وكان قابيل وهو الأكبر يعمل بالزراعة، وهابيل يعمل بالرعي. وكانت أخت قابيل أحسن وأجمل من أخت هابيل، يعني أخت الكبير أحسن وأجمل من أخت الصغير اللي هو هابيل. فالمفروض مين اللي يتجوزها؟ اللي يتجوز أخت قابيل؟ هابيل. فلما طلب هابيل أن يتزوج أخت قابيل رفض، وقال له: هي أختي، ولدت معي، وهي أحسن من أختك، أنا أولى بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى. وحدث أن آدم عليه السلام قد غاب عنهما بعض الوقت، فاتفق قابيل وهابيل على أن يقربا قربانا إلى الله عز وجل، فينظر ممن يتقبل الله فيكون هو الأحق بزواجها. اتفقوا هما الاثنين مع بعض أنهم يقربا قربانا لله عز وجل، ويشوف ربنا هيتقبل من مين ويكون هو الأحق بزواجها. وكان الحال وقتها أنه إذا قرب الرجل قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا تأكله، وإن لم يرضه الله خمدت النار. فقرب قابيل حزمة من عيدان القمح، وقرب هابيل خير أغنامه وأسمنها، فأرسل الله نارا أكلت قربان هابيل وخمدت عند قربان قابيل. فاشتاط قابيل غضبا وقال له: لن أتركك تمشي بين الناس وقد علموا أن الله قد تقبل قربانك ولم يتقبل مني، مش هسيبك تمشي والناس كلها عرفت أن ربنا تقبل منك وما تقبلش مني، لن أترك الناس ينظرون إليك وأنت خير مني، لأقتلنك. فقال له هابيل: وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله ممن علم تقواه في قلبه. ولكن قابيل كان قد عقد النية وقتله. وصدق الله العظيم إذ يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. صدق الله العظيم. أصدقائي الأعزاء، كانت هذه حكاية اليوم. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.